بمشاركة أكثر من 70 شركة من 20 دولة مختلفة حول العالم، بدأت فعاليات معرض القاهرة الدولي للاستثمار وأسواق المال بحضور دولي عربي وعالمي ومشاركة مميزة لدولتي الكويت والإمارات. الاستثمار في مصر هو استثمار آمن، ولكنه يتحدث بحوافز الاستثمار والقضاء على البيروقراطية وبناء ثقة المستثمر ومساعدته على اختيار الفرص الاستثمارية الأنسب له من حيث حجم وشكل التمويل وأفضلية الفرص الاستثمارية المتاحة. احنا عندنا في مصر. وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المقام على هامش المعرض، قدم رئيس هيئة الاستثمار المصري عرضا لأهم الفرص الاستثمارية في مصر وكيفية مساعدة المستثمرين. احنا بنتكلم على استثمار، ما بنتكلمش ابدا على فرص استثمارية بس، ولا بنتكلم على عمليات لإجرائية لعمليات الاستثمار او حتى بنية تشريعية وبنية اساسية للمشروعات، ولكن بنتكلم كمان على وسائل تمويل، على قدرات تقدر من خلالها انك انت تمول مشروعك، على فرص نمو أكبر خلال الفترة اللي جاية. وعلى مدار يومين تعرض مختلف الشركات أنشطتها في الداخل والخارج وسبل فتح قنوات اتصال فيما بينها، إلى جانب محاضرات خاصة بالاستثمار في سوق الأوراق المالية، وكذلك إطلاع المشاركين على آخر التعديلات التشريعية والتسهيلات المقدمة للمستثمرين. يعد المعرض الدولي للاستثمار في مصر بمثابة حلقة الوصل ما بين المستثمر وأهم بيوت الخبرة في مجالات الأعمال المختلفة لبناء ثقافة المستثمر المصري والعربي وطرح كافة الفرص المتاحة وتقييمها أمامهم. هبة الحسيني، قناة الغد، القاهرة.